بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وفي آية أخرى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ونحن نحيي ذكرى هذه الثورة المجيدة وهذه الملحمة التاريخية الخالدة، وإنني من المؤمنين الذين يؤمنون بأن هذا الحدث الجلل وهذا الحدث الكبير غير مسبوق في تاريخ البحرين المعاصر. ليس مبالغة، إنما الشواهد تؤكد على هذا الأمر. أن نجد نصف الشعب يكون في الشارع وموحدا في استمرار للتغيير ومطالبة بالتغيير، وعلى مدى أكثر من شهر، وهذا الشعب الذي مثل كل الشرائح، سواء الشرائح من حيث المهن أو من حيث التوجهات السياسية أو من حيث الانتماءات الدينية والمذهبية. إضافة إلى ذلك هذا الإصرار وهذا الصمود الذي تلا ذلك حتى بعد القمع والبطش والتفريط في السيادة بالسماح للقوات درع الجزيرة دخول البحرين. إذن علينا أن نخالف مجريات عمل السلطة، لأن تسعى هي دائما بأن ننسى هذا التاريخ وننسى هذه الملحمة. نعم، نحن نتفهم أحيانا البعض عندما لا يستطيع أن يكون في الشارع وأن يكون فاعلا كما كان فاعلا دوره في أثناء الثورة في 14 فبراير، ولكن من يملك القدرة بأي مستوى عليه أن يناصر هذه الثورة، عليه أن يدعم هذه الثورة. وأعتقد عندما نصنف الناس فهناك ثلاث فئات: من يقف مع الاستبداد ومع الظلم لمصالح دنيوية هنا وهناك، وهناك من يناهض هذا الظلم وهذا الاستبداد ويحاول أن يقاومه بشتى السبل وشتى الإمكانيات التي يملكها في كافة المجالات، إن كان في عمله سياسيا أو كان ميدانيا أو كان حقوقيا أو كان إعلاميا أو كان ما كان، يسعى لهذه التغيير. أما الفئة الثالثة هم مخطئون إن اعتقدوا فإنهم على حياد، فإنهم بالفعل مع الفئة الأولى، يعتقدون إنهم على حياد لكي يعيشوا ببعض الملذات الدنيا هنا هناك، ولكن عمليا هم مناصرون للظلم. وأعتقد سياسة الحالية للسلطة هي بقدر الإمكان أن تكون الكفة راجحة للفئة الثالثة، بأن السلطة تسعى لأن أغلبية الناس يكونون على حياد، لا حياد بين الحق والباطل. نسأل أحيانا، وأغلبكم يمكن سئلتوا هذه السؤال: هل كان في هناك حاجة لهذه الحركة الشعبية العارمة؟ هل التضحيات الجسام كانت تستحق أن نقدمها من أجل ما عملناه من هذا النوع من الحراك الشعبي؟ والجواب أنا أتصور يكون عندما نقيم الوضع قبل الحدث وعندما نقيمه بعد الحدث إلى اليوم. هل هناك شعب في العالم يرضى بأن أسرة حاكمة تتحكم بمقدرات البلاد؟ إن مصيره بيصير ليس فقط حتى بيد أسرة، إنما بيد أفراد في هذه الأسرة. الثروة الوطنية يتم تحكم فيها، السيادة الوطنية يتم تحكم فيها، وإنما حتى الفتاة لا يترك للشعب. هل وجدتم شعبا حرا كريما يرضى على هذه الوضع؟ هل وجدتم شعبا يقبل أن يكون هناك تغييرا ديموغرافيا إلى وجوده؟ هل وجدتم شعبا يرضى تفريطا بسيادته؟ هل وجدتم شعبا تسعى السلطة بإخصائه والتمييز، وأن تمارس السلطة بحقه التمييز الفادح بما يوازي حالة الحالة العنصرية اللي كانت موجودة في جنوب أفريقيا، بما هو الآن كذلك موجود في الكيان الصهيوني؟
عندما نسمع بأن هناك شعب رضى بهذا الواقع الظالم، نعتقد لن نجد هناك أي شعب حر في العالم يرضى بهذا الواقع. وهذه كانت من أبسط المبررات للسعي للتغيير. ونلحق الأمر بما هو حدث بعد ذلك، هل بالفعل استطاعت السلطة أن تقدم مشروعاً لكي يكون هناك حالة من العدالة والإنصاف، أو يكون هناك مشروعاً للمشاركة الشعبية في إدارة شؤون الحكم؟ ألم نجد إلى اليوم حتى الذين كانوا موالين للسلطة يدركون بأنهم أخطأوا أنه دعم السلطة، بحيث وصل الحال بأنه أقصوا هم كذلك؟ وحتى الآن وصل الأمر بأن السلطة تنظر إلى جيب المواطن في كيفية تجاوز الأزمة الاقتصادية. كل هذا مؤشر بأن الحركة كانت صحيحة، والحركة كانت من المفترض أن تكون، والحركة في مطالبها مطالب محقة، والحركة سوف تظل تطالب بهذه المطالب. أختم حديثي بهذه النقطة الأساسية، وماذا بعد؟ ماذا بعد عندما نستدرك ونفهم الآيات القرآنية التي تلوتها منذ البداية؟ النص من الله سبحانه وتعالى، ومن يعتقد بالمبادئ السماوية والقيم السماوية يدرك بأن النصر الإلهي قادم لا محالة. لا يمكن لشعب يؤمن بالوحي ويؤمن بنصر الله سبحانه وتعالى للمستضعفين ويدرك بأنه هو إن قام بدوره وواجبه بنصرة المظلوم ومطالبة بحقه سوف ينتصر عاجلا أم عاجلا، ومن ثم يحاول أن يتهرب من هذا الموقع أو هذا الدور. نحن نعتقد بأن النصر قادم لا محالة عاجلا أم عاجلا. نعم، نحن علينا أن نؤدي التكليف وعلينا أن نؤدي الواجب، ويمكن يكون النصر اليوم أو غدا. إذن النصر في منظورنا نحن أتباع الوحي وأتباع المدرسة الإسلامية لا ننظر فيها بأن النصر مرتبط بمكتسبات مادية هنا وهناك. نعم، جزء من النصر مكتسبات مادية، ولكن ليس النصر يتم تقييمه على المكتسبات المادية بصورة بحتة. وفي النهاية كل الإجرار وإكبار وإعجاب بتضحيات شعبنا العظيم وشعبنا الأبي وشعبنا الصابر، وهم الذين قدموا نموذجا راقيا في كيفية التصدي إلى الظلم. ونحن في غضون الأيام القادمة سنشهد بالتأكيد هبة شعبية مجددا لكي يؤكد الشعب للعالم بأنه هو حاضر وأنه هو لا زال موجود، وهو لا زال متمسكا بمطالبة، وهو إن لم يستطيع أن يرفع صوته على مدى أيام السنة، ولكن يستطيع أن يوصل رسالته بأساليب السلمية المختلفة التي دائما كان متمسكا بها. وفي الختام، الحمد لله رب العالمين.